مرة حذاء مليون. الحلقة الثالثة من أريبيانا، معكم خليل من خليل جيمنج. طبعا سويت شوي شغلات، حليت موضوع الميزانية تقريبا، ضبط جامعة، ضبط شوي مناطق صناعية، الزحمة قامت تزيد عندي بشكل فظيع، فلازم نبطئ الأمور. الحين مو بزيد كمية المدينة خلاص، بس شو استوى عندي؟ استوى عندي أزمة كهرباء شوي، فسويت جامعة. وين كنت بسوي المقبرة الحلقة الماضية ما سويت لو تذكرون، وقلنا الجامعة تكون متطورة يعني تعتمد على الطاقة الشمسية، بسوي عندها مزرعة سولر. من تدخل المدينة انت تشوف في مزرعة سولر، فيري نايس، بيكون وايد اوكي. يمكن امدها لين هني المزرعة بعد، بس الحين ما احتاج هذا كله يعني اصلا. اول شيء هو كوست، ميزانية بس مش وايد، وفوق هذا كله شيء يسوي هذا بيخدمنا خدمة ثانية، not enough workers. عندي مشكلة في العمالة على فكرة، في العمالة. فشو بسوي؟ بسوي دي زون، بسوي زون حق ريزيدنتال عشان ينقص الطلب على الموظفين، هاي يبون موظفين ويزيد عندي الناس فيحل مشاكل. هطلع برا، طلع برا، شلوا قشم، شوفوا شلوا قشم، شلوا قشم كلهم، الله يحفظهم. هذا حق صيانة الشوارع، بعدين بتفاهم يا هذا بنحط اي شيء، مش مشكلة. الحين في ريزنت المفروض يبني، في ناس تعيش على الشارع العام. في حد مبركن هنا على الشارع؟ لحظة، ما بحد مبركن هنا، لا ما حد قاعد يبركن على الشارع، لان حشيش اظني، ما في مكان حق باركن. بتحرك ولا كيف؟ لا اشارة مسكرة، كيف بحرك؟ نعم اشارة مسكرة. شو تغطية العيادات ومدوزون؟ ويدام الجامعة الناس المثقفة اللي تفهم، الناس العاقلة ما تبون محتاجين موظفين، بشلكم كلكم، بحط مكانكم الناس. شوفوا هاي المدينة، هاي ساحلية في الليل، شوفوا الملعب الكورة يبين من بعيد، جميل الصراحة، كمشروع ناجح ملعب الكورة مكانها، مشروع ناجح الصراحة. لولا الطلبات الزايدة هاي كان شيء جميل الصراحة. الحين حليت بعض المشاكل، لكن مشكلة المشاكل نبغى كهرباء زايدة أساس الناس. شو تبني على راحتها؟ ونفس الوقت الجامعة، جامعة بغيت جامعة متطورة شوي، جامعة متطورة عندها مزرعة سولار، عندها دنيا، شيء جميل يعني، شيء وايد جميل. والكوست ماله 20 يعني، مهم راح يزيد الكوست عندي شوي، بس مش مشكلة. هذه المزرعة نهاية التوين، هاي بتكون نهاية، هاي مزرعة سولر، مفروض تسدني حق فترة، هاي تسدني حق فترة. شوفوا محلا، تدخلون المدينة ولا تطلعون تشوفون سولر، يمكن هذا بس شوي مخرب. لا اوكي، بعد اوكي، عنده عواميد، عنده كذا، مو مخرب على الشارع، اموره طيبة. مخرب على الزونينج مالنا شوي، فبنسوي له دي زون، مش مشكلة. هذا عايشين مرة على السولر، شوفوا هي داخل، ليش؟ منطقة صناعية، شو اخبارها؟ شو اخبار الزحمة اللي هني؟ احسن شي سويت، احسن مشروع كان يسوي لنا ازمة. الحين بسوي قطار، خط قطار من هني، ابى اسوي خط قطار من هذا المكان، بس خط قطار ينزل على الارض، ينزل هني، بخليه يمر من وين؟ من هذا المكان، بيمر من داخل المدينة عادي، نتصرف فيه عقب، بنرفع، بننزل، بنسوي، بنضبط الدنيا، لابد نرتب الأمور.
هذا بيكون نهاية طويل. برا المكان هذا ليش؟ من هالمكان انا بفصله الحين. كيف بفصله؟ بخبركم. بمشارع باربعة. اوكي. بمده من المكان هذا. وبحطه هنا شو؟ خطار. بس مش هالخطار، هالخطار اوفركل. نبغى اختار صغيرون. سنجل تي. سنجل تراك. ما بتراكيا وما بدنيا ما ب. ايوه هذا يسدني. هذا بزياده بعد. هذا وايد. هذا وايد. هذا وايد بعد. في حشره بعد يسوي شوي. بس مش مشكله. تحمل شوي حشره عاده. تبغى مختار كل شيء في نفس الوقت ما يستوي. الطريقة هاي بيختار مليان. لحظة نعدل. كنوا عند بعض. اللي خط من هنا يشوف شو يشوف الخطر. شوف. اوكي it makes sense. it makes sense. الحين بنوصل وين؟ بداية الخطر. وصل بداية الخطر بالطريقة هاي. مش بالطريقة هاي. انا اخبركم لانه النزلة تكون بالطريقة هاي والصعدة تكون شوي بعيدة. اوكي مسوي لنا مثلث اساس الناس تروح ترد على حتى. هذا النزلة كيف؟ مقبولة ولا لا؟ مقبولة. اوكي النزلة هاي رايح حق اللي يدخل واللي يطلع جميع الاتجاهات، ما يكون اتجاه واحد. ميزانية امورها طيبة قاعد تمشي. اوكي يكون اتجاه واحد. هنا شو بنسوي في الزوننج؟ منو اكثر ناس محتاجة؟ انتو. بنحط مكانكم نص. مش مشكلة نجمعهم مكان واحد. حطيت انا شوية هني مواضيع، حطيت مدرسة، حطيت كذا، حطيت حديقة، حطيت وين نبيت يعني. بس المدخل في الوسط حلو الصراحة. ممكن تعديلها، ممكن نزيد الكثافة السكانية، ممكن نسوي وايد شغلات، لكن ما بغيت الحين. انت مشكلة يوم نبني منطقة نفسها تبني على منطقة تجارية يطلب منه لاند فاليو. لاند فاليو شوي حلها لكم عليه. نص نص يعني. لازم نهدم شوي شغلات. مش مشكلة. شو الزون نقول عنه هني تجاري. بنحط مكان تجاري شو. انا احب الملاعب لكن الحين وقت حطي حديقة. مسبح. لا مش مسبح. مش هني. واستاذ كورة محترم. هذا نص المدينة بيكون هذا. اذا امتديت شوية هني زيادة وحطيت هذا هني بيكون مشروع ناجح. في نفس الوقت هاي المناطق تجارية يعني بينقص الطلب على موظفين. هنحط استاد. يوه شي مرتب والله. ستاديوم مرتب. طيب في باركنات بعد وين طلعوا هاي كلهم؟ هاي ها كلهم كانوا يشتغلون هني. فنشتهم تو. اسمحوا لي لكن هدمنا شركات حق ملعب كورة. من يقول لا ملعب كورة ولا لا شركات ولا غيره؟ نبغى ملعب كورة. كشخة ملاعب. شوفوا هني ملعب ملعب ملعب. يمكن طلعنا محترفين يبون كأس العالم ما نعرف.
وين تشجعون؟ اكتبوا لي تحت في الكومنت وين تشجعون انتو. انا عشان اشجع اللي يفوز، خبركم من الحين يعني، لا تحطون بالكم تقولون فريقكم اقوى، اشجع اللي يفوز. اللي يفوز صراحة حلال لي، معنا حلال لي. بنحتاج هاي سكول، نحن بنحتاج هاي سكول. بس شو بسوي في الهاي سكول هذا؟ أبا الهاي سكول طوفة، أحط الشارع من هني، أمر لين هني. في حاجة تستعمل هذا؟ ليش ما حد قاعد يستعمل هذا؟ ما حد يبيع لنا بالخطار يعني؟ افا افا متخسر نعيم ربعات احلى شيء. شوفوا ما متخقام تسي مرتبة، بس خلنا اساس اقدر اتخيل شكل مستقبلي الخريطة. اوكي لا وايد اوكي، وايد اوكي. انزين الحين ابو ناس زيادة حق المدينة، فشو بسوي؟ بسوي منطقة سكنية والناس تروح لها بوظيفة من يمين ليسار. لكن وين المنطقة السكنية بتكون؟ هني سؤال. هذه حصلت المنطقة السكنية اللي ابغاها، ونبي ناس تعيش هني وينتقلون من هني لين تحت، وبنحط قطار في المستقبل بعد. بس هذه راح تكون شوي مايلة، وهني وهني بين هنا، واللي يوصل بينهم ننزل لهم هاي واي من هني، ونسوي الجسر هذا دائري. يعني دخلنا في هم هذا، ننزل لهم هاي واي يسيرون له لوين؟ لهاي المدينة هاي. يعني نسوي مخرج هني، الهايوي بيجي لوين؟ الهايوي مفروض انه يطلع من هني. اوكي لحظة، ليش تقنعني انه ما في ممر من هنا؟ كفي لحظة، كان فوق. اوكي هني، اوكي اللي هو هني بيطلعون لين هني، حلو. واللي هني خلنا ندور لحظة، بنيب دور هذا، بنيب من هني بنحطيه وين؟ بنحطيه هني ترتيب. شوفوا انت ركزوا معي، ركزوا معي، الدوار الصغيرة اظن هذي يكفي اصلا، مش محتاج اكبر. نيب الشارع هذا مهني لين هني، نيب هذا
اكتب من هني لين هني بس هذا ما يصرح، هذا لازم اني بالشارع لين وين هني ودور خلاص امورهم تنحل بالدور هذا. او لحظة او ممكن لا اوكي لا اوكي ممتاز ما يحتاج اكثر من هذا، حطلع من ما ينفع ما يبني ما 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 دش راسي ما دش راسي ابدا. هاي لازم فهمنا فهمنا زين، خلنا ننزل للزيرو ننزل لوين من تحت او نطلع هذا فوق عادي نطلع هذا فوق نسوي لا ننزل هذا كده تحت اوكي وينزل هنا وهذا يروح لوين لين فوق ترى دربه توقع انه شي عادي درب درب حق اللي بيصير. هاي الشارع مسواه حق منو حق اللي بيجي هني بيروح المدينة يداوم بعدين يرجع المدينة يرجع هني يو درب يعني صح. إذا سوي جسر لا تو ماتش لازم الشارع يماشي ما ينفع الطريقة هاي ما نقدر نمشي على اي درب نبغى بعد رودس تو ستيب يو لازم شو نسوي لازم نحصل حل بديل. حلول بديلة موجودة لكن انه شو هذا بنخلي التقاطع هني اوكي التقاطع بنخليه هني اوكي وبنشل وعقب بنرد بنسوي له شو اليوتيرن هذا ونخلص المدينة اللي فوق. هبي يكون عندهم أحلى منظر يمكن كم أحلى المناظر عندهم يكون من أجمل المناظر يعني. بس الشارع لهالمكان يو يباله شغل 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 يباله يمكن يباله حلقة بروحه فبنسوي حلقة بروحه حق شارع ليبل. بس المهم الحين انتم عندكم الفكرة العامة عن الشارع هذا يمكن نسوي تايم لابس لأنه بيطول بعد وايد ممكن اسوي لكم اياه تايم لابس افضل يكون. بس حاليا احنا كانت ارتكازنا على المدينة انا ما بطول الحلقة اكثر لان الحلقات كلها اطول من الوقت اللازم وبوايد. بس لحظة هذا من شوي تشكه انت انا فقود تستسل انزين انا مسوي الصناعية اساسا هتيكم صدق انت ليش ما تشتغل انا قاهرني على فكرة مو بشغل والله صدق قاهرني من الخاطر يمكن في مشكلة في محطة القطار هاي كديزاين نفسه. ف شوف الديزاين الأولي بخط واحد هذا سوري بخط واحد هذا بنحطه الحين يمكن في مشكلة عندنا في الترين ستيشن هذا يو محطة القطار اللي هني رقم واحد
عنده كهرباء، عنده ماي، وما اشتغل اصلا اساس يتشكل من شيء، عنده ماي، عنده كهرباء. خلنا نشوف هذا يمكن يشتغل. ناخد شكله صاحي، ما شكله ما في شيء يعني، وصل توصيلات كل شيء عادي طبيعي بشكل عادي. المهم هاي كان بالنسبة لها الحلقة، هاي خط القطار بشكل اساسي كان خط قطار اربيونا. هذا بعدين بنحل المشكلة، شكله بسوي الحلقة الجاية ان شاء الله بس عن هاي المدينة اللي هني، وكيف اني راح انزلها، بخطط لها تخطيط كامل، لازم هاي بولها تخطيط ترتيب. بشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.